آلة عمليات الاقتراع والفرز والتجميع للانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 إلى النتائج الأولية التالية. أولاً، المعطيات العامة: العدد الجملي للناخبين المسجلين 9,753,217 ناخب. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 2,808,548 ناخب. العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين يتحقق لولا خمس الهيئة على التمسك بالمبادئ لم يكن في غياب التنسيق المحكم والمتميز السيد قيس سعيد، وتحصل على 2,438,954 صوت بنسبة 90.69%. جميع محاضر عمليات الفرز تم تعليقها ليلة البارحة أمام مكاتب الاقتراع كما سينص على ذلك الفصل 140 من